ماشي جايب روت من هنا وروت من هنا يبقى له كام روت؟ واحد ميديال ولاترال روت يبقى الميديان يبقى اسمه ايه؟ ميديانين تو روتس من فوق واحده من اللاترال كورد واحده من الميديال كورد تمام؟ هذا يكون هذا كورد اسكت بس يا عبد الرحمن يا ابن الناس واذا جبت لك دي في الامتحان هتقول انا عايزها في هناك صحيح هات لي العينه اللي من هناك يعني انتوا بتخرفوا بعد الساعه 1 عشان كده نصف ال واي بي لا مش عشان كده تحترم مزاجك انا جت على دي يعني هنا كده في مصر اهي مصر اسمها هلا نر هشد ودانك لفوق ارفعك بودانك للسقف تسال عن نر في مصر يقول لي نر يا ابني اسمع الكلام للاخر وفكر قبل ما تجاوب ما تخبرش الكلمه كده مصر دي اسمها الاورنيتور ديلز بيخترقها الميديا نير يبقى الميديا نير من عندهم حاجتين تو تو روتس من فوق وبيخترق تحت هنا المصل برونيتور يس اوكي بشر على التو روتس بالالكتر وين النيرف اهو طالع معاه اهو روت اهي وروت اهي صح ولا غلط؟ ايوه غلط جدا في جت هذا في جت جت ولا ما جتش؟ جت دكتور لو سمحت اشر على الميديا النير تاني ادي روت وادي روت بتاعته مع بعض اهم ماشي الميديا النير بقى وبيختلف مصر هنا اسمها ايه؟ برونيت تيرس الحته دي اسمها ايه؟ تروبيكال ايه بيكون دايت؟ ايه بيكون دايت. ده شمال. يبقى دي ايه؟ ميديا بيكون دايت. نير في ماشي تحتها ولا مش تحتها؟ النار اللي يبقى بنعلم نير ازاي؟ تحت الميديا اللي بيكون دايت. نعلم الالنا نير ازاي؟ تحت الميديا اللي بيكون تنسى اسمك؟ ما تنساش دي. الالنا نير. مركز عليها بصوا بقى ارنا النير بقى طالع معاه اهو جاي هنا اهو دي هنا الميديا الروت بتاعت الميديا النيرف ماشي جنب منها اهو من الميديا الكورد اهو يبقى الميديا الكورد زي ما قلت الصبح جبت حاجتين تو تيرمال برانشز الميديا الروت اوف ميديا النيرف والارنا النيرف مش موجودة في المحطة الصبح كده؟ موجودة موجودة هننساها؟ لا معايا هيومنس بضرب بيها يعني كده على طول خلصنا تيجي معايا يا احمد انت قاعد لوحده ليه بيعمل عمال يلعب في الموبايل انا بشرح لنفسي ما في مكان تعال انت للضخم ده يقوم يوقف يعني حرك الجثة شوية وسع له خليه يشوف يعني هو انا يعني يا ابن الناس بشرح الكلام ده ليا ولا عشان لما تيجي تاخد الاوز بتعرف تجاوب افهم يعني خلاص انا ما فيش مكان نقعد نلعب نشوف في المحمول ايه خلاص يعني ما تزعلونيش ما بعد كده هستحسن اشرح لكم دكتور وين المديان؟ نختارك مونيتور كيس والالنر اهو تحت الميديال ايه بيكون يمشي وين هنا الالنر؟ ممكن يكمل اهو هيكمل بعد كده طيب هذا دكتور من الميديال صح ولا لا؟ هذا جاي؟ احنا لحد دلوقتي ما نزلناش في اللور ارم خدتوا فول ارم ولا خدتوا؟ لا لسه يا رجال الاشياء اللي تقول هذه بعضها مش تتهب بتعرف الاول اللي فوق الاول وبعدين تعرف اللي تحت يعني ادخل لك كمان اربع اسماء ما خدتهمش في المحاضره هتفهمهم ازاي؟ يا ولاد يا ولاد اذا اردت ان تطاع فاتله ما هو ايه؟ استطاع في هنا نير هنا ولا ما فيش؟ وين؟
ونحاول نفك دي مش عارف. لا لا ايه فك كذا رفع لا في فخر تبغى داخل حاول حد يفك بس ايوه خلاص في نب هنا ولا ما فيش الله ابو جدع هو المفروض تفك دي الاول وبعدين تفكها بس مفيش مشكله في نب خلاص ايوه ده ماشي على الهيومرس من ورا ولا لا من ورا راديال راديال نير وماشي في الراديال جروف اسمه الراديال جروف بتاع الهيومرس يبقى ده ايه راديال جروف راديال جروف في راديال نير تمام كده طيب الراديال نير بقى من اسمه بنروح ناحيه الريدس ولا مش ناحيه الريدس اروح ناحيه الريدس وبعدين يطلع لي من هنا اهو راديال نير بقى هنغلط في الثلاثه دول لا اه هو ده نخش ورا نخش هنا كده لا مش ده هو ده جاي من هنا هذا وشو اللي تحت البايسبس اللي تحت البايسبس طيب في حد عارف صدق الدكتور احنا الاكزيلاري نيرف وين طيب مش موجود في العينه دي طيب بس حد عارف كويس جانا هذا يعني ما في رجل لا انا هقول لكم ايه هو بس انا هقول لكم ايه الماسكولوكتينيس نيرف بيغذي ثلاث مصر يا تحول والله نهبش تعال يا جحش تعال يستاهل ولا ما يستاهلش لا يستاهل تعال يا جحش كده شايف ولا مش شايف حصل ايه جبتك هنا اهو ما اشوف والله انت كده تشوف ولا ما تشوفش هي الحين اشوف وما اتحركتش ليه بقى وجيت هنا كنت اقول لك لا هم دول واقفين جنب هنا هذا واقف بجنب قول له لو سمحت ما دول واقفين جنب هنا برضه ما وقفتوا ليه دكتور 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 جمال وش بقى ايه ده بس عشان خلص في واحد مش عايز يشوف والله ما انا عايز انا وقفت هنا ما ده غضبان مني زعلان من والله اسمك ايه ابراهيم خليك معايا ابراهيم ماسكولوكتين يا سنير بيغذي ثلاثة مصر الكوراكو براكيانس وبايسيبس والبراكيانس مش دي البراكيانس؟ هذه مغذيها ولا مش مغذيها؟ يبقى اسمه ايه؟ ماسكولوكتين يا سنير عشان كده سألت أحمد بقول له ايه أحمد ما خدش باله؟ ماسكولوكتين يا سنير لأن في جزء بيغذي السكين هنا والرسمات موجودة عندكم في حضرة الصبح الماسكولوكتين يا سنير بيغذي ايه وبيعمل ايه؟ تمام؟ عشان كده لازم تروح النهارده تقرأ المحاضرتين عشان لما اجي نورى عينات تدخل في دماغك مش هتنفع كده لما اقول دي اسمها ده اسمه احمد ده اسمه محمد بعد كده في 10 اسماء هيخشوا في بعض ومش هتعرف لاحمد ولا محمد تمام تمام ينفع كده لا خليك معايا يا ابراهيم تمام عرفت ده اسمه ايه بقى ولا ما عرفتش ايه ده التاني ماسكولوكتين سو دي البايسبس اهي ما هو واضحه اهي ما فيش مشكله فيها يعني ده الماسكولوكتين اسنين بقى كان في واحد بقى عندنا بيسالني على الاكزيلاري الاكزيلاري نيرف بيغذي الدلتويد تمام تمام وبيغذي التيرز ميجر ماينور ولا ميجور ميجور فعلا طيب هل هنا في نيرف بيغذيهم الدلتويد اهي هنحاول نشيلها ونشوف ما في مو مبين هذا اهو جاب اهو حته منه بس اللي باينه اهي يبقى ده الاكزيلاري نيرف انا بين الكوادرانت سبيس الكوادرانت سبيس اللي معاه بوستيريو سيركونفليكس هيمر احمر وش اسمه بوستيريو سيركونفليكس هيمر على الارتر وانا اصفر الاكزيلاري نيرف ده انت والله العظيم الطريقه اللي تعملها دي الخط يمين وشمال وعدم قرايه المحاضرات ما هجيبش حاجه والله عجبت صدقني والله ما هجيب يلا اليوم خذنا المحاضره يا دكتور خلينا اقراها اليوم خذيتها مسكتونا يا دكتور صح؟ اه ما قلنا عند البايسبس البايسبس والايه؟ لا ده مش ماسك تنس ده الراديال ده الراديال ماسك تنس انت دايما تلخبط في الدنيا وتقول لي انت موجود اتخبص وين الماسك تنس انت بالذات لازم احاسب في الرد عليك لانه بيلخبط الدنيا وهيخد المعلومات غلط وهيديها لكم غلط طب وين الماسك تنس اهو عند البايسبس والايه براكيالس تمام طيب نيجي بقى بعد كده ايه قلنا النيرفز دي كلها طيب ماشي نرجعهم نقولهم مره ثانيه
السريع. إيه على السريع. بس هلا بدنا بنفتح. لا استنى بس، مش حكاية الفتح يا عبد الرحمن. احنا بنعمل حاجة انا هقولها دلوقتي. نحفظ الكبير الواضح الاول وبعدين نخش في الصغير عشان ما تطلعوليش لا عارفين لا ده ولا ده، يبقى كأنك يا ابو زيد مغزيد. تمام. الله يا دكتور. اول حاجه ابراهيم معايا، مين اللي ما شافش اللي كان ورا؟ اللي كان ورا ما شافوش، تعالوا جنب مني بقى. انا شايف. ما انت شايف شيء؟ في حد مش شايف؟ لا شايفين. في نيرف هنا اهو، لوتو رودز من فوق، واحده من الميديا كورد واحده من اللاترال كورد، ده اللاترال وده الميديا، اتحدوا مع بعض اهم ونزلوا. نزلوا نزلوا واخترق البرنيتو تيرز ماسر، ده اسمه ايه؟ ميديا نيرف. في نيرف تاني ماشي ورا الميديا الابيكوندايل. الله 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 نيرف. وبعدين في واحد تالت جاي هنا عند اللاترال سايد عند الصابع الكبير، عند الكراكو عند البراكيو رادياليس اللي هو الراديال، وبيمشي ورا هنا الراديال جروف بتاع الايه؟ الهيومرس. هو الخبير في شبه احمد. انت يا حطها في الارض بس. تعال يا احمد، احمد راح يلعب معنا. اهو الراديال نير. تمام؟ مظبوط. احنا الراديال نير وين يا دكتور؟ هذا هو ده هو ده هو. في خط غيره. صح صح. كويس. نيجي بقى بعد كده. هنا كده. الاكزيلري. الاكزيلري نير. والبوستيريور سيركمفليكس هيومورال ارتري. اكزيلري نيرف. في عندها هنا تحت. طيب احنا كده جايين من ناحيه ورا الاكزيلري نيرف لورا. والاكزيلري نيرف بيجي من البوستيريور كورد فبقى نشوفه ورا. وبيغذي الدلتويد، يبقى قريب من الدلتويد والتيريز ميجر. نشيل البايسبس. ماسكولوكتينيس هو بيغذي البراكياليس والبايسبس والكوراكوبيكاليس. اوكي؟ وبيخترق الكوراكوبيكاليس كمان الماسكولوكتينيس. يبقى احنا عرفنا الفايف تيرمينال برانشز بتاع الريديال والانر والميديال والماسكولوكتينيس والاكزيلري. تمام يا شباب؟ تمام. رسوماتهم موجوده في المحاضره النهارده بتاعت الصبح. القلم بتاع مين ياخده صاحبي؟ خلاص كده؟ خلاص كده. خلاص كده. طيب حاجه ثاني؟ شكرا. هنوري حاجتين هنا بس كده. النيرفز وهي طالعه. ابراهيم اوعى اوعى تهرب يا ابراهيم. تعال انت معايا اللي بيلخبط دايما في الكلام، تعال لابس نظاره ده. خلصنا من الكتريال. بريك الراكس ازاي اهي؟ الروتس جايه اهي من سباينال كورد. تمام؟ وعامله البلاكس ازاي اهي. طب النيرف هنا اللي جاي تحت الميديا الايبيكوندايل اللي اسمه ايه؟ ميديا اللي تحت الميديا اللي هي هذا. تمام. اللي طول روتس اهو هذا الريديا. اللي طول روتس ريديال. هات القلم يا عبد الرحمن. القلم يا عبد الرحمن. خلاص ميديا النيرف اللي طول روتس اهو طالع اهو وروت اهو وروت اهو، يبقى ايه؟ ميديا. النيرف الثالث بقى الجروف ريديال. تمام. الاكزيلري مش هيبان هنا في الحته دي. الحته الثانيه تمام اللي غذي جسمه دلتويد. دلتويد. طيب تمام 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 باين حلوين كده. حلوين جدا. واحد بقى